السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، قبل الخطبة بعض الأمور. الأمر الأول، نقرأ سورة الفاتحة إلى روح الشهيدين الصدرين والنجلين وشهداء آل الصدر وشهداء الإسلام وأرواح أمواتنا وأمواتكم مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه ورجعه ولعنه ورضاه وانصره وإله مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. الأمر الثاني، إخوة الأعزاء، سنقف بعد صلاة العصر خارج مسجد الكوفة وقفة احتجاجية لمناهضتنا واستنكارنا لمن قام بالفعل الشنيع لحرق القرآن الكريم وحرق العلم العراقي عند مسجد الكوفة في هذا الباب. وسوف نقوم بحرق علم المثليين اللعناء والشذوذ. الشيء الثالث الذي أريد أن أتحدث عنه باختصار شديد مع الأسف، وكنت قد أعددت كلاماً كثيراً يثلج صدوركم ولكن المانع قد أتى. كنت أريد التحدث عن الحكومة السويدية وما صنع فيها، وكذلك عن الحكومة العراقية وما يصدر منها، إلا إنني أسكت ولا أتكلم لأن سيدنا ومولانا وقائدنا قال سوف أصمت عن التصعيد. ليش؟ قال السبب في ذلك لأنهم أحرقوا صورتي لكي لا يقال عني أن المسألة شخصية. والله مقتدى الصدر حرقوا صورته ويريد يدافع عن نفسه. لذلك ننتظر ردود السيد القائد حتى تأتي الردود منا. بماذا يذكركم هذا الموقف؟ أحجموا عن التصعيد خشية أن يقال شخصية. يذكرنا بموقف جده أمير المؤمنين عليه السلام عندما جاء برأس عمرو بن عبد ود إلى رسول الله، قال يا علي رأيتك تأخرت في قطع رأسه. قال يا رسول الله بصق في وجهي وغضبت فخشيت أن أقتله غضبة لنفسي، فحمت حوله مرات حتى ذهب غضب نفسي وقتلته قتلة خالصة لوجه الله، حتى لا يقال شخصية. علي بن أبي طالب قتل قتلة شخصية. هذا موقف السيد القائد يذكر بموقف جده أمير المؤمنين. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الآخر، أقول السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ولي أمر المسلمين يا محمد الصدر. تتزامن الاتهامات الباطلة عليك مع حرق القرآن والإساءة لجدك النبي وحرق العلم العراقي، يعني يتزامن وقت المقدسات ووقت إهانة المقدسات في زمن واحد. الرسول يقول من سن سنة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن هذا المنبر الشريف حيث كانت الكلمة تؤدي إلى الإعدام، خصوصاً إذا كان الشخص يلطم على الحسين يعدم في زمن الهدام، وجاء محمد الصادر من هذا المنبر الذي يتهمونه بأنه عميل للدولة ليقف ضد رئيس الدولة ويلطم الحسين على صدره، وهو ولي أمر المسلمين والمرجع الأعلى والأعلم على وجه الكرة الأرضية، يتنازل عن كل هذا ويجعل من نفسه رادوداً، مع احترامي للرواديد، منزلة الرادود ليست كمنزلة ولي أمر المسلمين، ويلطم جده الحسين. أفليس هذا فعل يدل على أن محمد الصدر ضد الحكومة؟ الملعون الهدام جعل حملة أسماها الحملة الإيمانية، اللي ما سامع بيها من شبابنا وما يعرفها، كان الحملة الإيمانية شنو؟ اللي يحفظ أجزاء من القرآن للمساجين، يسقطون من سجن سنة سنتين ثلاثة نصف المحكومية، إيش قد ما يحفظ إيش قد ما يسقطون له بالسجن. هاي من صدام حسين رياء، ليس عملا خالصا لوجه الله. وكان في وقت والله العلي العظيم السيد الشهيد قال كلمة من هذا المنبر، لو قالها عدي ابن صدام حسين لقطع لسانه صدام حسين، وقالها محمد الصدر من هنا بعنفوان وشجاعة ولم تهتز له شعرة. ماذا قال صدام حسين منع زيارة الحسين؟ السيد الولي يقول المفروض أن رئيس الدولة والحكومة الذي يتبنى مسألة الحملة الإيمانية من المنبر علنا جهارا نهارا، الذي يتبنى الحملة الإيمانية أن لا يمنع زيارة أبي عبد الله الحسين، بل يأمر بها لأنها من الإيمان. وقلت لك كانت الكلمة تكلف كثيرا، كان وياي واحد بالمعتقل، احنا معتقل سياسي ويانا واحد لا يصلي ولا يصوم، يجي الصوم ما يصوم، الصلاة ما يصلي، الفاظه مو زينة. قلت له تعال انت شنو؟ ليش ما تصلي؟ قال شنو اصلي؟ ما اصلي، ايش تريد مني؟ قلت له زين انت شلون جابك بالمعتقل السياسي؟ قال انا ساب الرئيس. قلت له قال والله. قلت له شلون سبيته؟ قال كان سكران وسبيته ما ادري بروحي. قلت له وشنو وليش جابك بالمعتقل السياسي؟ قال اعتبروها سياسيه. زين ايش حكمك؟ قال حكموني بقطع اللسان. واخذوه بعد فتره قطعوا لسانه. والسيد الشهيد لم يخف ولم يرتجف. افبعد كل هذا تزعمون وتقولون انه عميل للسلطه؟ لعنة الله عليكم وعلى ابائكم وعلى من لف لثيفكم. ونحن على منهجه، وهم يريدون منا، قد يريدون منا بهذه الافعال ان نلتفت قليلا عن ابي عبد الله الحسين ونعطيه الظهر، ونحن نقول كلا والف كلا، منهجنا هو الحسين. وعلى سيره ابينا الصدر، هذه لطميه على الحسين بعد الصلاه على محمد وال محمد. بعد كل شطر ترددون معي أو ورائي وحسيناً منهجاً تبقى حياتي، وحسيناً منهجاً تبقى حياتي، وحسيناً منهجاً تبقى حياتي، يوم عاشوراء لا لا عدت يوما، قد فجعت الحق والإسلام حتما، كيف يقضي الصبط في شهرك صوما؟ ناجى ربا بشفاه ذا بلاتي،
قال طرا يا إلهي في هواك وعيالاتي يتامك يا راك زد وقطع ربا ما لي سواك أنت تجري في دماء النازفات سيدي لكن ما عندي أذية كيف تمسي زينب بعدي سبية إنها بنت علي والزكية وبناتي سيدي خير البنات شيعتي هاكم خذوا مني هدية هاي إلك إلك شيعتي هاكم خذوا مني هدية من دمائي قد رويت الغاضرية فاحفظوا العهد بنهج صدروية فاحفظوا العهد بنهج صدروية أحرق القرآن والعلم العراقي أحرق القرآن والعلم العراقي صلوا على محمد وآل محمد ومأجورين منصورين بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله كما هو أهله وكما يحب ربنا أن يحمد، والحمد لله دائما وأبدا، والحمد لله على كل حال ومآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. روى السيد المقرم أن الإمام الحسين عليه السلام قال لعبيد الله بن الحر الجعفي يوم اجتمع معه في قصر بني مقاتل لما استنصره فأبى عليه، قال له الحسين عليه السلام: إني أنصحك إن استطعت ألا تسمع واعيتنا، ألا تسمع واعيتنا وصراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل، فوالله أبو عبد الله يقسم فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ولا ينصرنا إلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. وقد قدم الشهيد السعيد السيد محمد الصادر رضوان الله على روحه الطاهرة المقدسة فهماً رائعاً في مناقشة هذه الرواية في كتاب شذرات من فلسفة تأريخ الإمام الحسين عليه السلام، فيقول قدس سره: إنه يرد على ظاهر هذه الرواية إشكال رئيسي،
يتسجل بالالتفات إلى عدة مقدمات. المقدمة الأولى: إنهم قالوا في اللغة أن الواعية هي الصراخ على الميت، وهي لا تحصل إلا بعد الموت، فمعنى قوله واعيتنا أي من سمع أننا متنا. المقدمة الثانية: إن النصر المتوقع له إنما يكون حال حياته وحال حربه مع جيش الأعداء أو قبل ذلك. المقدمة الثالثة: إن المفهوم عادة من أو من ينصرنا أو نصرنا أو هل من ناصر لنا هو النصرة في المستقبل، فإن إطاعة الأمر يعني فعل الأمر، فإن إطاعة الأمر تكون استقبالية دائما. إذن فلو تمت هذه المقدمات لأصبحت العبارة لاغية، من سمع واعيتنا ولم ينصرنا صير لاغية ولا معنى لها. ويمكن الجواب على ذلك بعدة مستويات. المستوى الأول: أن نتنزل عن المقدمة الأولى وهي أن الواعية هي الصراخ على الميت، فنقول إن الواعية كما هي الصراخ على الميت هي أيضا مطلق الصراخ، مو إلا على الميت، على أي شيء، على أي مصيبة وإن لم يكن على الميت. قال ابن منظور: والوعى والوغى بالتحريك الجلب والأصوات، وقيل الأصوات الشديدة والواعية كالوغى، فكما أن الوعى الأصوات فكذلك الواعية أيضا، فيكون معنى الخبر الوارد من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أي سمع صوتنا وسمع استغاثتنا ولم يأت لنصرتنا مع تمكنه من ذلك، أكبه الله على منخريه في النار. المستوى الثاني: التنزل عن المقدمة الثالثة، فإن قوله ولم ينصرنا وإن كان ظاهرا بالاستقبال في نفسه كما هو مقتضى طبيعة الأمر إلا أنه لما كان يلزم منه اللغوية فإنه يمكن صرفه إلى الماضي، وخاصة مع وجود حرف لم الذي يفيد الماضي، فيكون المعنى ولم يكن قد نصرنا خلال حربنا واستغاثتنا أكبه الله على منخريه في النار، وهو أمر مطابق للقواعد أيضا. المستوى الثالث: التنزل عن المقدمة الثانية التي تقول بأن النصر المتوقع المطلوب إنما يكون في حال حياة الحسين عليه السلام وأصحابه، أي نصرهم ضد الجيش المقابل لهم، فنقول إن ذلك ليس هو الفرد المنحصر أو المعنى الوحيد، وإن كان هو القدر المتيقن، فإن النصرة يمكن أن تكون في كل وقت حتى بعد الشهادة، يعني حتى اليوم وحتى الآن وحتى في المستقبل، فيمكن نصرته في أي مكان وفي أي زمان وفي أي جيل ومن قبل أي شخص وعلى كل المستويات: مستوى حرق القرآن، مستوى الإساءة للنبي، مستوى الإساءة للعلماء الناطقين. فيكون المعنى من سمع واعيتنا أي بعد حصول الشهادة للحسين عليه السلام وأصحابه، فيجب عليه أن ينصرنا في أي زمان ومكان بمقدار ما يستطيع ويتيسر له من إمكانيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مقتدى يا الله يا محمد يا علي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أقرأ عليكم دعاء الإمام الحسين حينما كان مطروحاً على رمضاء كربلاء ينتظر الموت، حيث قال: اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا، وأرغب إليك فقيرا. هذا هو على الرمل، على الرمال، على الرمال، على الرمضاء، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. احكم بيننا وبين قومنا، فإنهم غرونا وخدعونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعزي إمام العصر عجل الله فرجه والعالم الإسلامي بأسره، ونعزي محيي صرخة الحق ضد الباطل السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بذكرى فاجعة الطف. وحديثنا في هذه الخطبة عن الشعائر الحسينية في ضوء البيانات التي صدرت مسبقاً من سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، مع التصرف في العبارة. فقد اشتملت هذه البيانات على نقاط مهمة والتفاتات عميقة تضعنا أمام مسؤولية جدية مع شعائر سيد الشهداء. والكلام على نقاط: أولاً، إن الأصل الفقهي، يقول السيد القائد، إن الأصل الفقهي لشعائر الحسين هو الاستحباب. إذا واحد سألك شنو شعائر الحسين، قل له مستحبة، ولكن ربما ينقلب إلى الوجوب بالعنوان الثانوي، كما لو خيف على قضية الحسين من الاندثار والضياع. فمن الواضح أن الحسين معلم أساس من معالم الدين،
وضياع شعائره ضياع للدين، وكان المتوكل الملعون يهدد ويتوعد الناس بالقتل، كاد أن يقضي على زيارة الحسين لولا لطف الله وقطع الأيدي لزوار الحسين، حتى أن عجوزة امرأة أرادت زيارته فمنعت حتى تقدم يدها للقطع، فقدمت يدها اليسرى فقالوا بل قدم اليمنى، قالت قد قطعتموها في زيارة سابقة لسيدي الحسين، وها أنا أقدم اليد اليسرى مرة أخرى للزيارة. ثانيا، كما يمكن أن تكون شعائر الحسين واجبة بالعنوان الثانوي، يقول السيد القائد، كما يمكن أن تكون شعائر الحسين واجبة بالعنوان الثانوي، كذلك يمكن أن تكون شعائر الحسين محرمة. حرام عليك تسوي شعائر الحسين، شلون؟ وذلك في عدة موارد، منها على سبيل المثال ما يؤدي إلى ضرر في البدن كتطبير الأطفال وكبار السن والمرضى، وكذلك ما يقلل من شأن الشعائر الحسينية، كما لو أقامها الفاسدون باسم الدين واسم الحسين الذين سرقوا ونهبوا وخربوا، سواء من السياسيين أو من الناس العاديين أو غيرهم، وكذلك إقامة الشعائر بطرق منفرة ومخالفة للذوق السليم، كما في بعض الأساليب البدعية كالتطيين، يحطون طين على رؤوسهم ويطبونهم بوحة المالطين، وتشبه بالكلاب أجل الله السامع، واستعمال الإيقاعات الراقصة، فكل هذا حرام، أي مو شعائر، لأنه يجر قالة السوء على الشعائر. ثالثاً، إن وصايا المعصومين لشيعتهم ركزت في أحد جوانبها على قضية مهمة، وهي أن الشيعة في تصرفاتهم وسلوكياتهم العامة والخاصة يعكسون سمعة لأئمتهم، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل إذا ورع منكم، الخطاب لكم ولي معكم، إن الرجل إذا ورع منكم في دينه وصدق في الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه أو وحسن خلقه مع الناس فيقال هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، والله كارثة، وقيل هذا أدب جعفر. ومن هنا فنحن في سلوكنا الشعائري إما أن نكون زيناً لأمتنا أو شيناً عليهم، فإذا أردنا أن نكون زيناً لهم فلا بد أن تتصف شعائرنا بالانتظام وعدم الضرر على المصالح المجتمع العام، فلا مبرر لقطع الطرق والشوارع وتعطيل مصالح المجتمع والإضرار به بحجة إقامة الشعائر، كما أن المغالاة بالشعائر الشكلية المادية ليس صحيحاً ولا يعكس وجهاً مشرقاً للشعائر الحسينية، كالمشي على الجمر وتحول مواكب التطبير إلى هياج هستيري أقرب إلى الجنون منه إلى المواساة أو إلى مكاسب دنيوية رخيصة. رابعاً، إن الشهيد السعيد روحي له الفداء السيد محمد الصدر قدس سره في أحد الاستفتاءات المخطوطة يقول: ما مضمونه؟ إن هذه الشعائر من اللطم والسير إلى كربلاء وغيرها، اسمع، تجاوب جيد مع الحسين. الشعائر شنو؟ تجاوب جيد مع الحسين، بس هل هي الغاية؟ اللطم والبتشي وهذا الزنجيل، ولكن التجاوب الكامل مع الحسين الكامل هو تطبيق الشريعة التي استشهد من أجلها الحسين، فعلينا أن لا نضيع جوهر الشعائر الحسينية ونبقى متمسكين بالقشور، فجوهر الشعائر يقول الشهيد السعيد: الإخلاص لله. ماكو تباكى، ما أدري شنو، محمد الصدر ما عنده تباكى، عنده تبكي. الإخلاص لله تعالى ومجاهدة النفس
واستلهام مواعظ عاشوراء، والظهور في الشعائر بمظهر يليق بمن ينتمي إلى عترة النبي الأعظم محمد. خامساً، إن ممارسة الشعائر الحسينية هي مواساة لسيد الشهداء واستعداد للمسير على طريقه، ولكن هناك أبعاد أخرى لها ينبغي الالتفات إليها، ومنها أنها تعزز فينا العقيدة الجهادية للحسين ضد الظالمين والمطبعين والمستكبرين مثلاً، كما إنها تعلمنا مكارم الأخلاق كالتواضع والوفاء والكرم والإخلاص وتقوى القلوب، كما أنها تعتبر حماية للعقيدة والشريعة من هجمات المشككين مثل ذول اللي يحرقون القرآن، وشبهات المعاندين الذين يريدون زلزلة الدين في نفوس المسلمين. سادساً، إن إمامنا الحسين عليه السلام يريد منا أن نكون على مستوى عالٍ من المسؤولية والأخلاق والوعي، ولا يريدنا فقط للبكاء واللطم، لأنه خرج لإصلاح أمة جده، وصرخة الإصلاح تعلو، وإصلاح العقول على الخمول والكسل، وإصلاح النفوس على الأنانية والفجور، وإصلاح السلوك على الانحراف. سابعاً وأخيراً، يتضح مما سبق أن الحسين عليه السلام سراج للعلم والفضيلة، يهدي البشرية إلى رشدها، وإن شعائره هي مدرسة تربوية من شأنها أن تهذب النفوس وتمنح الكمالات وتؤسس أجيالاً عصية على الشيطان وعصية على أعداء الإسلام الذين يتآمرون عليه ويعدون الخطط للقضاء عليه، كحرقهم للقرآن والإساءة لنبي الإسلام ونشر الميوع والمثلية والطعن في مراجع الدين الناطقين. وأنى لهم ذلك ما دام للحسين حرارة في قلوب أتباعه لا تبرد أبدا. فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن وإياكم على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.